الموضوع المهم اللي هو دايما بيحتار فيه طلبة الثانوية العامة، هو فكرة ازاي اختار كلية واختارها بناء على التقدير وانها كلية قمة زي ما احنا بنصنفها هنا في المجتمع بتاعنا، ولا يختار حسب ان هو حابب حاجة معينة برغم من ضغوطات مثلا الاهل انه عايز يخش كلية معينة عشان خسارة التقدير او الرقم او المجموع اللي هو جايبه. بالظبط. تنصحيهم بإيه؟ ممكن بس احكي قصه ملهمه كده سريعه. اتفضلي. طبعا انا كنت علمي علوم في الثانيه ثانوي، والمفروض انا في ثالثه ثانوي هكمل فيزياء وعايزه طب. بصراحه كنت عايزه طب جدا، يعني عايزه ابقى دكتوره بطريقه يعني كبيره قوي. فربنا اراد جبت 86%. 86 دوت في علمي علوم ما يجيبش حاجه خالص، لا طب ولا صيدله، ولا يجيب كليه قمه من اللي انا كنت عايزاها. وده برضو من الصوره الذهنيه قبل ما تدخلوا الثانويه، يا جماعه مجموعه لازم تجيبوا مجموعه تسعينات فيما فوق، لان انتوا مش هتلاقوا اكتر كليات هتجيب اقل من كده. طبعا انا اتصدمت، ازاي انا بقى اللي حاطين عليا امال هبقى دكتوره وهبقى جايبه 86 فمش هينفع. فحولت ادبي. طبعا انا رايحه احول ادبي، انا فاكره اليوم ده كنت حزينه حزن كبير جدا وحاسه بالعار. انت ادبي، ادبي ما بيذاكروش، ادبي دول مش نافعين وهكذا. لا انا كنت ادبي على فكره. ايوه ما انا ادبي خلاص، كلنا ادبي. دي الصوره، عارفه اقول لحضراتكم دي الصوره الذهنيه عن الادبي، يعني برضو ده من ضمن حاجات المجتمعات اللي في المجتمع بتاعنا مغلوطه. ايوه بالظبط. انا لما جيت حولت ادبي لقيت الوضع مختلف تماما، ناس محترمه، ناس بتذاكر. القمه هي الكليه اللي انا ادخل فيها، حتى لو هي مش قمه بس انا بقيت قمه بدراستي وشغلي واجتهادي. فعشان كده انا بنصح الثانويه العامه كلهم ذاكروا ويعملوا عليكم والباقي على الله، يعني انتوا عملتوا عليكم ذاكرتوا خلاص. طب الحمد لله، اتمنى لكم كل الخير ويجي لكم كل اللي انتوا عايزينها. طب لا قدر الله لو ما جاتش مش نهايه العالم. انا لما دخلت اداب ما كنتش عايزه غير ألسن او اداب انجليزي، لكن مجموعي ما جابش غير اداب اعلام، وكان باكتساح مجموع كبير في اداب اعلام، فدخلتها والحمد لله حبيتها وتميزت فيها. طبعا طلعت الاولى على الدفعه عشان ابقى معيده وابقى معاكم النهارده. فالحمد لله لولا ان انا كل اللي مريت بيه ده خلال كام سنه فاتت ما كنتش ابقى معاكم النهارده، واللي انا وصلته ده راضي عنه جدا. يعني الطالب يختار الكليه اللي هو حابب يدرسها، مش عشان مجموعه او ضغوط الاهل اللي عليه. خالص. وممكن يبقى كليه عاديه جدا مجموع قليل، لكن هو يتميز فيها ويبقى حاجه كبيره. واسمع كتير من الاثرياء على مستوى يعني العالم. ممكن ما اعرفش انت ممكن تشاركيني الراي في حاجه زي دي ولا لا، بس انا بشوف ان كان دايما عندنا يعني المعتقدات، لا انت لازم تخش كذا، انت تخش كذا. ومع مرور الوقت بقى معظمنا 80% من البلد دلوقتي بقت شغاله عكس شهادتها، لان هو يا مش لاقي فرصه في مجاله اللي هو كان بيحبه، يا الا هو درس حاجه علشان كان اهله عايزين، وفي الاخر هو راح اشتغل اللي هو عايزه، يا الا بيجي في النص يضيع سنتين من عمره ويعمل كارير شيفت بقى ويروح دراسه ثانيه. فده يعني ده فعلا بيكون احد الاسباب. انا مع حضرتك جدا، يعني لازم الواحد بجد يشوف هو عايز ايه، واكيد ربنا بيعمل الخير في كل الاحوال. فهو لو ما دخلش كلية اللي هو عايزها، ممكن زي ما حضرتك قلت يعمل كارير شيفت او يعمل ينوي نفسه في الكورسات والحاجات المتطلبات سوق العمل اللي هو عايزها، ويبقى احسن من اي حد دخل كليه قمه. ده رايي. يعني يا دكتور لو دلوقتي مثلا شخص نفسه ان هو يدخل كليه معينه لكن للاسف مجموعه في الثانويه العامه ما جابوش ان هو يدخل الكليه دي، تنصحيه ان هو ياخد كورسات ليها علاقه بالمجال اللي نفسه كان نفسه يدرسه؟ بالظبط. ده لازم يقوي نفسه. انا بنصح حتى الطلبه بشكل عام، حتى لو داخلين المجال اللي بيحبوه، لازم يطوروا نفسهم. ما ينفعش يقف عند بس المحاضرات والسكاشن وانتهى. يطور نفسه ازاي بقى؟ في حاجات كتير مثلا. عايز اقول لحضرتك الانترنت دلوقتي بقى مالي الدنيا، يعني كان زمان على ايامي ما كانش فيه انترنت بالشكل الرهيب ده. كنا بنبقى صعوبه في الماده العلميه ما بنلاقيها، ما كانش فيه حاجات اونلاين كتيره. دلوقتي الدنيا مفتوحه زي الكورسات الاونلاين وكده، غير المراكز اللي بتتراح او طبعا أي حاجة بعد كورونا حضرتك ناس كتيره اتقلبت اونلاين. فطبعا اما اقعد اخد كورس اونلاين بيفيدني، ممكن من غير ما اكلف نفسي مجهود انا اروح واجي، لا وانا قاعد في بيتي قدام جهاز الكمبيوتر او الموبايل اقدر اعمل كل حاجه. فالمجال بقى سهل جدا، الموضوع بقى سهل، ياخد كورسات ينمي نفسه، حتى لو الدراسه بتديه دوت هو ينمي نفسه في المجال اللي هو حبه واللي عايز يكمل فيه. انا بنصحهم دايما باللغات وبالاي تي، حاجه ليها علاقه بالجرافيك والموشن، الحاجات اللي هي الجديده دي اللي هي الاي تي الجديده، اللي ده الاهم شيء، ده دلوقتي مزبوط. هو اللي ماشي بسرعه. طيب احنا دلوقتي لو هنقول عدينا خلاص مراحل الجامعه وكل واحد دخل الجامعه اللي ربنا كاتبها له وكل حاجه، اي طالب في سنه اولى المفروض دلوقتي يركز على ايه؟ لان احنا دلوقتي خلاص، احنا دلوقتي يعتبر في اجازه الصيف بالزبط. ومعظم الناس شويه تشوف بقى التنسيق وتشوف هيجي لهم ايه والحاجات دي كلها. هنقول دلوقتي ان احنا ممكن نبعت لهم رساله دلوقتي من خلال حضرتك، فممكن يكون هو داخل سنه اولى، ايه الحاجات اللي يركز عليها؟ يركز على مستقبله جدا، اللي هو يحط في قدامه هدف عايز يحققه، ما يسمعش كلام المحبطين. ياما كلام بيتقال بيوقع الناس. هو اول حاجه يركز على اكتر من الكلام عامه. طبعا طبعا. وكلامه هو ممكن يكون اصلا مش حابب الكليه، فيلاقي حد يحبطه اكتر. لو كنت نفعت كنت دخلت الكليه اللي انت عايزها. لا انا شايف ان ربنا بيعمل خير، بس احنا ما نبقاش عارفين فين خير دلوقتي. فانا نصيحه لكل طالب لسنه اولى حتى الرابعه اللي اتخرج،
يشتغل على نفسه، يشتغل يطور نفسه، لازم يبقى احسن حد في المجال، ما ييأس من اول محاوله. يعني انا بقول لهم الشغل مثلا في المجال بيبقى صعب شويه، لا لازم اللي يشتغل في مجالات الاعلام الكبيره والمتطوره ما بقاش من اول مره، لا ده تعب ووقع وكمل وقام تاني وهكذا. لازم يشتغل على نفسه وما يحبطش، الطريق لسه طويل. تنصحيهم في فتره الصيف مثلا ما بين سنه اولى وثانيه وكده ان هم ينزلوا يتدربوا في شركات او في مجالهم او يشتغلوا، ولا ان هم يعني يدوا وقتهم كده في الراحه وفي ان هم يعني ياخدوا اجازه الصيف دي يعني كده زي بريك وكده يبداوا يركزوا بعد التخرج؟ يعني تنصحي الطلبه بايه؟ انا هقول نصيحه انا نفسي ما بعملهاش للاسف، بس مش عايزه حد يعملها، يعني عايزه بلاس احسن مني بكتير. انا كنت باخد كل حاجه على اعصابي، وكنت باخد مثلا لو في اجازه ببقى شايله همها جدا هعمل ايه في السنه اللي بعديها. فانا رايي خليه يمرن، يعمل ايه ما بين النص الاولاني من الاجازه مثلا، يريح ياخد بريك من الدراسه وصعوبتها، والنص التاني يبدا يشتغل ويدور على حاجه تفيده، كورس، تدريب في مجله، في جريده، في شركه زي ما حضرتك قلتي، ده مهم جدا. بس ما يسيبش نفسه، لان المجال الاعلام زي ما حضراتكم عارفين متطور جدا، فلازم مش هيقف، لازم يبقى في تطور جامد. يعني دكتوره شماء، يعني احنا للاسف وقتنا جري معاكي، مبسوطين جدا وشرفنا بوجودك، شكرا ليكي بجد على الصدق. فعلا يعني في احساس بالفخر كبير، يعني ان يعني يا رب ربنا يكتر من امثال حضرتك، وفعلا كل اللي زي حضرتك مهمين جدا يكونوا في الجامعات، وان هم يحببوا فعلا الطلبه في المواد الدراسيه، حتى علشان مستقبل البلد والشغل يعني عامة والمجال، لأن أي حد بيخرج للسوق الدنيا ما بتكونش يعني بامبي بالنسبة له زي ما احنا بنقولها كده، يعني بالنسبة له لازم يكون عارف هيقابل ايه. شكرا ليكي وشرفتينا، شكرا ليكي. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم على طول مع الفقرة الفنية مع نوران عطا الله. تابعونا.